حرب وحصار وفقر، هكذا هو حال المدنيين في مدينة المخا والمناطق المجاورة لها. فالمعارك الدائرة بين الجيش الوطني وميليشيا الانقلاب أفضت نتائجها الميدانية إلى تحرير ميناء المخا ومنطقة الخبت، فيما تواصل تقدمها باتجاه يختل آخر معاقل الميليشيا. لكن النتائج الإنسانية بدت أكثر مأساوية، حيث وجهت منظمات دولية نداءات استغاثة عاجلة لإنقاذ المدنيين العالقين وسط الاشتباكات أو الذين قدر لهم الهرب منها. المفوضية السامية للأمم المتحدة أكدت في بيان لها استخدام المدنيين كضروع بشرية من قبل ميليشيا الحوثي، وقالت إن قناصة تابعين للميليشيا قاموا بإطلاق النار على عائلات حاولت مغادرة منازلها بعد طلب وجه لها من قبل القوات الحكومية، فيما قتل مدنيون بحسب البيان نتيجة غارات لقوات التحالف. وبينما تقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنها تخوض مفاوضات مكثفة لتقديم المساعدات للمتضررين، تؤكد منظمة الصحة العالمية نزوح أكثر من 1200 عائلة، بينما بقي بحسب المنظمة أكثر من 5000 عالق وسط الاشتباكات الدائرة. بتقدير المنظمة الدولية فإن النازحين يعانون من مشاكل صحية مثل الملاريا في ظل تخوفات من انتشار حمى الضنك. ومع تواصل القتال واكتفاء المنظمات الدولية بالتحذير من عواقب عدم احترام قوانين حماية المدنيين، تستمر معاناة نازحي المخا الذين يعيشون في العراء أو في مخيمات مزدحمة.